بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. بمشيئه ربنا النهارده هنتكلم عن طول الاناه في الاسره. طول الاناه في الاسره حقيقه هي مشكله كبيره النهارده، ان الناس كلها ما عندهاش طول بال، بالها قصير جدا. كل واحد عصبي، كل واحد مستعجل. بقى وضع المجتمع دلوقتي كله كده، كله مستعجل. عشان كده محتاجين نتعلم طول البال من ربنا يسوع المسيح. طول البال هي ثمرة من ثمار الروح القدس. يعني ايه طول البال ثمرة من ثمار الروح القدس؟ يعني الإنسان اللي هو علاقته قوية بربنا وبيصلي كويس وإنسان روحاني، تبص تلاقيه عنده طول البال، عنده صبر. ولكن الإنسان اللي هو مش روحاني وما عندوش علاقة بربنا، تبص تلاقيه باستمرار عصبي، باستمرار عصبي. يعني الإنسان العصبي، مش عايزين نقول إن هو ما عندوش طول بال، بس هنجمله ونقول له ان هو ما عندوش طول بال بكفايه، ما عندوش طول بال بكفايه. احنا هنتكلم عن طول الاناه في الاسره وعملتنا مع بعض. هناخد ثلاث ايات ونتكلم في شرحهم عشان نتعلم طول الاناه. اول ايه قالها معلمنا يعقوب في رسالة يعقوب إصحاح 5 آية 9، قال: يا لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا. ووزى الديان واقف على الباب. لا يئن بعضكم على بعض. يئن يعني تيجي إيه؟ محدش يشتكي من التاني، محدش يتعصب على التاني، محدش يدين التاني. أيها الإخوة لا يئن بعضكم على بعض. هوذا الديان واقف على الباب. مين هو الديان؟ هو السيد المسيح له المجد. واقف على الباب يعني ممكن يفتح الأكرة ويخش. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو في زوج وبيتعصب على مراته وفجأة لقى المسيح ودخل، إيه الوضع بتاعه؟ لو في زوجة وبتتعصب على أولادها وفجأة لقينا المسيح داخل، إيه الوضع؟ إذن عشان نتعلم طول الأناة، اعرف ان في كل موقف من هذه المواقف ممكن رب المجد يكون موجود معك، ممكن رب المجد يكون معك. فعشان كده خلي بالك ان المسيح واقف على الباب. لا يئن، لان المسيح واقف على الباب. في آية تانية بتقول في عبرانيين 12، بيقول: فلتفتكروا في الذي احتمل الخطاة مقاوما لنفسه مثل هذا لئلا تكلوا وتخروا في نوثكم. يعني ايه الكلام ده؟ فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة. مين اللي احتمل؟ هو السيد المسيح له المجد. احتمل كتير جدا، احتمل الام رهيبة على الصليب. كل جلدة كانت بتوجع وتعلم في الجلد، اكليل شوك، إهانة، شتيمة، ضرب، حربة، حاجات كتيرة جدا. فلما نبص على الإهانات اللي استحملها السيد المسيح له المجد على عود الصليب، صبر للنهاية. وفي النهاية قال إيه؟ اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إذن لما يحصل إن حد يتعصب على التاني، يفتكر قد ايه المسيح استحمل من الخطا، يفتكر ان المسيح استحمل كتير من الخطا. يبقى نمره واحد معاملتنا مع بعض، خلي بالك المسيح واقف على الباب. نمره اتنين، افتكر الالام اللي استحملها المسيح. نمره ثلاثه، قال لك المحبه تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. يعني ما فيش زوج يقول انا بحب زوجتي وهو بيتعصب عليها، او ما فيش زوجة تقول بحب زوجي وهو بيتعصب عليها، او بعد ما يتعصب عليها تقول انا مش قادر استحمله، انا خلاص جبت اخري مش قادر اكتر من كده.
إن كان الزوج بيحب الزوجة يستحملها للنهاية زي السيد المسيح، إن كانت الزوجة بتحب الزوج تستحمل للنهاية من أجل المحبة، إن كنت بتحب ولادك استحملهم مهما تعبوك ومهما نرفزوك، استحملهم، المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. أقول لكم مثل، فمرة زوج وزوجة حصل بينهم مشكلة، وبعدين الزوج اتعصب على الزوجة، فجابوا أبونا بعد، فبيقول له يا ابني دي خطية إنك تتعصب على مراتك. قال له أعمل إيه يا أبونا، ما هي ما بتفهمش. فراح قال له طب أنا هسألك سؤال، هو ربنا بيفهم ولا ربنا ما بيفهمش؟ فالراجل اتخض كده، قال له كام مرة أنت وعدت ربنا بحاجات هتبطل تعملها وما عملتهاش وربنا صابر عليك؟ كام مرة بتسمع عظات إنك ما تجيبش سيرة أخوك في الرضيء وبتجيب سيرة أخوك لحد دلوقتي وربنا صابر عليك؟ لو هو ما صبرش عليك يبقى ربنا مش بيفهم، لو هو بيفهم يبقى يصبر عليك، يبقى أنت لازم تصبر عليها. ما تقولش ان هي مش بتفهم، اصبر عليها الى النهاية، اصبر احتمل. يبقى ربنا صابر علينا بالرغم ان احنا بنخطي ولسه بيسامحنا ولسه بيكمل معنا المشوار ولسه مش بيقول انا هسيبكم ومش هعد لكم مكان، لا ده مكمل معنا للاخر. عشان كده الكلمات اللي بنسمعها اللي بنسمعها صعبه، لك خلاص انا ما عنديش اكتر من كده قوه، انا مش هقدر استحمل اكتر من كده، لا لابد من الصبر وطول الاناء. طول الاناء راحه جايه، يعني ايه راحه جايه؟ زي بالظبط المغفره، احنا بنقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين، فاحنا بنقول لو غفرت ربنا هيغفر لك، ما غفرتش ربنا مش هيغفر لك. فهو كده ان طولت بالك على الناس ربنا هيطول بال عليك، ان ما طولتش بالك على الناس ربنا مش هيطول باله عليك. شوفوا يا احبائي، احنا قلنا دلوقتي ثلاث ايات وتكلمنا فيهم، وبعدين قلنا دلوقتي هنقول عن فكرة ان ربنا قادر على التغيير. يعني لو كان في زوج طبع وحش او زوجها طبعها وحش وصعب التفاهم، فناخد القديسه مونيكا مثال لكده. زوجها زي ما سمعنا من ابونا امبارح ان كان طبعه وحش جدا، كان وثني وصعب جدا في المعامله جدا، لكن هي ما كلتش، فضلت تصلي له طول حياتها الى ان اصبح انسان مسيحي وتعمد، وفضلت تصلي لابنها اغسطينوس. طبعا كان السبب في فساد اغسطينوس ابوه، انا قعد فتره في حياته الاولى مش بيربي صح فطلع الواد وحش، لكن هي فضلت تصلي لحد ما ابنها اتغير وبقى قديس. عشان كده لابد نحط شعار كده عندنا، بصبركم تقتلون انفسكم، بصبركم تقتلون انفسكم. ربنا قادر ان هو يغير الانسان في اي لحظة، في أي لحظة. هنقول أعداء أعداء طول الأناة، في ثلاث حاجات هنتكلم فيهم على أعداء طول الحناء. أول حاجة المقاطعة، يعني لما نيجي نتكلم مع بعض وتلاقي أنت بيقطعك أو رايح مشوار وابنك يجي فجأة يقول لك وصلنا الحتة الفلانية أو كده. أحيانا الواحد بيتنرفز ويكون مستعجل طبعا فبيتنرفز، لكن عايزين نفتكر ربنا يسوع المسيح لما قابلته نزفة الدم، هو كان راح بيت ييروس عشان خاطر بنت ييروس، ولكن هو ما زعلش منها وطمنها وقال لها إيمانك شفاكي وصرفها بسلام، بعد كده راح بيه. يبقى إذا من ضمن أعداء طول الأناة اللي هو إيه؟ المقاطعة. السيد المسيح له المجد لما شفى المفلوج اللي نزلوه أربعة ما تنرفس وما تضايقش وما قالش ايه التراب اللي نازل انتوا بتعملوا ايه، بالعكس ده قال ايه
على إيمانهم، على إيمان الأربعة شفاهم، على إيمان الأربعة شفاهم. يبقى من ضمن الأعداء بتاعة طول الأناة اللي هو المقاطعة. نمرة اتنين المستفزات. المستفزات يعني ايه؟ يعني انت بتتكلم فأحد أفراد الأسرة يرد عليك لمؤاخذة ببرود، التاني يرد بلا مبالاة، فدي كلها حاجات مستفزة. إن هي بدل ما تكون عندك سرعة وتتنرفز، لا خلي عندك للمستفزات دي ممكن تخليك تتنرفز، خلي عندك طول أناة، وخلي عندك إن الجواب اللين يصرف الغضب، الجواب اللين يصرف الغضب. يعني حتى لو قالوا كلمة تضايقك رد عليهم بهدوء بهدوء. هقول لكم قصة. القصة دي إن في مرة زوجة راحت الشغل بتاعها الصبح ورجعت من الشغل طبخت، وقعدوا ياكلوا الأب والأم وبنتهم. فأول ما بدأت تاكل البنت راحت قايلة لأمها إيه الأكل النهارده مالح جدا. فراح رد أبوها قال لها ليه يا بنتي ده الأكل جميل جدا وطعمه حلو النهارده. راح الأم لما بدأت تاكل فراحت بصت لجوزها كده قالت له باين أنا زودت الملح وأنا مش واخدة بالي. فقال لها لا أبدا أبدا الأكل طعمه جميل حتى لو زايد الملح ده حلو، أنا الضغط بتاع النهارده واطي. وبعد كده خلصوا أكل وقامت الأم تغسل المواعين. فالبنت جت تدلع على أبوها كده وراحت سألته قالت له بذمتك يا راجل الأكل النهارده ما كانش مالح؟ فرد عليها قال لها إيه؟ قال لها يا بنتي أمك صاحية الصبح بدري وراحت الشغل وتعبانة وجت وقفت في المطبخ تطبخ لنا، وإحنا بدل ما نشكرها نقعد نتكلم عليها ونضيقها ونقول لها مالح وعدم، ما إحنا ناكل ونشكرها هي طول عمرها بتعمل لنا أكل حلو، إيه يعني مرة فلتت إيه منها؟ إيه يعني مرة فلتت منها؟ هي نتعلم كده إن يكون جوابنا أو كلامنا باستمرار حلو. في حاجة كده قالوها الحكماء، قالوا الكلمة حلوة بتوصل، الكلمة وحشة بتوصل. فقالوا خلاها باستمرار حلو عشان لما توصل توصل كويسة. فأنت خلي باستمرار كلامك حلو مملح بملح. يبقى قلنا من أعداء طول الأناة المقاطعة، وقلنا المستفزات. نمرة ثلاثة من أعداء طول الأناة المضايقات. يعني إيه المضايقات؟ يعني إنسان يجيله مرض، إنسان يخسر خسارة كبيرة، يكون تاجر ويخسر خسارة كبيرة، إنسان المرتب بتاعه ما يكفيش لآخر الشهر، إنسان عزيز علينا يتوفى ينتقل للسماء. فكل دي مضايقات، ما فيش رب إن إحنا بنزعل. لكن عاوز أقول طول كده زي ما قال برضو يعقوب الرسول، احسبوه كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة فعالمين إن امتحانكم امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. يعني أنت إن دخلت في امتحان من هذه المضايقات خلي عندك صبر، خلي عندك طول أناة. الرسل عملوا إيه لما مسكوهم وجلدوهم وضربوهم ضرب مبرح وقالوا لهم ما تروحوش تبشروا تاني من المسيح؟ بيقول لك ذهبوا فرحين انهم قد استاهلوا ان هم يتضربوا من اجل المسيح. فخليك كده فرحان حتى لو كان في مضايقات، حتى لو كان في مضايقات. ربنا يقصد من هذه المضايقات انك تاخذ فضيله، ان هي فضيله الصبر، ان هي فضيله الصبر. نراجع بسرعه كده اللي قلناه. احنا قلنا معنى ثمر الروح القدس، طول الأناة ثمرة من ثمار الروح القدس. قلنا ثلاث آيات إن هي بتدي الإنسان طول الأناة. قلنا إن الإنسان قادر يغير زي القديسة مونيكا. قلنا ثلاث حاجات في المقاطعة في طول الأناة اللي هي المقاطعة والمستفزات والضيقات. نمرة اتنين في طول الأناة هو الصبر على النفس. الإنسان يصبر على نفسه. يعني إيه تصبر على نفسك؟
في ناس بتفتكر ان مجرد ما يسمع وعظة مثلا عن طول الأناة بكرة هيبقى قديس وعنده طول الأناة. لا صعب طبعا. او واحد مثلا عنده خطية معينة وبيعملها باستمرار فيصلي مرة او اتنين ويقول له يا رب مش عاوز اعمل الخطية دي وتبص يلاقي نفسه بيعملها. قال ايه ميخا النبي؟ قال لا تشمتي بي عدوتي فان سقطت اقوم. ان انت عملت خطية طول بالك على نفسك، طول بالك على نفسك. اكبر مثل يدينا حكاية تطويل ما الإنسان يطول باله على نفسه ده مثل الزرع. يعني إيه مثل الزرع؟ الفلاح بيزرع شجرة، هل بيجي تاني يوم ياخد ثمر منها؟ هل بعد شهر بياخد ثمر منها؟ ده بيقعد سنة واتنين ويسقيها ويحط سباخ بيقول لك إيه؟ فأتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، وذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض السمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. يعقوب 5:7. يعني أنت إن كنت عاوز تكتسب الفضائل لازم تتأنى عشان تاخد الثمر. تتأنى زي الفلاح لما بيتأنى على الزرعة بتاعته. ممكن الشجرة تقعد سنتين ثلاثة عشان تجيب ثمر، وفي حاجة بتقعد 7 سنين النخل عشان يجيب ثمر. لكن هذا المثل يدينا ان احنا نبين. وبعدين يقول لك ايه؟ متأنيا عليه. يعني ايه الثمر يكون الانسان متأني عليه؟ يعني لو طلعت ثمره الفلاح مش بيروح يقطفها وهي خضره، بيصبر عليها عشان يبقى طعمها جميل وحلو وتتاكل لحد ما تستوي. هكذا الانسان لازم عشان يستوي في الفضيله بياخد وقت. بياخد ايه؟ بياخد وقت. ادي مثل صغير كده على الحتة دي. شوف شوية قش ولعت فيه النار، وفحمية من بتاعة الشورية دي اللي هي بتاعة مصر بتولعها قد ايه، ودي بتولعها قد ايه. لو ولعت في القش بسرعة يولع وبسرعة ينطفي، لو ولعت في الفحمية تاخد وقت كبير، بس لما تنور مش هتطفي بسهولة. هكذا اللي بيكتسب الثمار بتاعة الروح القدس بطول أناة مش ممكن تتاخد منه بسهولة، مش ممكن تتاخد منه بسهولة. نقطة تانية، طول الأناة على ربنا. يبقى احنا قلنا طول الأناة مع الناس وقلنا فيها الحاجات اللي قلناها، قلنا اصبر على نفسك ده تالي نوع من الأناة. طول الأناة على ربنا دي نمرة 3. يعني ايه طول الأناة على ربنا؟ يعني في ناس بتفتكر ان هي مجرد ما صلت مرة واتنين لحاجة خلاص هتستجاب بسرعة. لا، ربنا مش كده. يقول ايه؟ انتظر الرب وليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. انتظر الرب في الاول وفي الاخر. يعني ربنا باله طويل، مش هيستجيب بسرعة، مش بيستجيب بسرعة. ربنا عاوز، ربنا عشان تفهموا الحتة دي اسمه بيبانتوكراتور. بيبانتوكراتور ضابط الكل. يعني لما بيجي يعمل حاجة بيعملها لصالح الكل، لسين وصاد وعين كلهم مع بعض. انا في مره كنت بتكلم مع واحد من الشباب في النقطه دي، ان ربنا ضابط الكل، وربنا لما بيطول باله بيبقى للمصلحه العامه لينا كلنا. فراح قال لي ايه؟ قال لي ربنا عامل زي واحد صنايعي ماهر واقف على مكنه فيها تروس كتير، فلو ترس وقف هتقف المكنه كلها، فعشان يمشي المكنه وتطلع انتاج لازم يمشي كل التروس مع بعض. فربنا كده بيمشي التروس كلها مع بعض للخير للكل، عشان يطلع في الاخير للجميع في الايه؟ في الاخر. ربنا طول باله على يوسف كتير عمبلت لما يوسف بقى ملك مصر. ربنا طول باله على اليصابات وزكريا وكانوا برين قدام الله، لكن في الاخر اداهم يوحنا المعمدان اعظم مواليد النساء. ربنا لما بيطول باله بيكون لمصلحتنا، ربنا لما بيطول باله بيكون لمصلحتنا. كده في بعض البرامج اللي بتيجي في التلفزيون وبالذات البرامج الغربيه
يجيبوا لك ايه واحد وبعدين جاب وعظه وهوب تلاقي الواحد التاني اللي بيسمعه بقى قديس وتخلص في لحظه وبقى لا، المشوار بعيد، المشوار بياخد مجهود، مفيش ايه حكايه اللي هي تيجي في ايه في اللحظه دي. دلوقتي ده كده بالنسبه لطول الاناء، عاوز اغرس في الاطفال بتوعي طول الاناء. يعني احنا قلنا عشان نراجع اللي احنا قلناه، قلنا ان طول الاناء هي ثمره من ثمار الروح القدس، قلنا ثلاث ايات نتعلم منهم طول الاناء، قلنا اعداء الاناء اللي هي المقاطعه والمستفزات والضيقات، وبعدين اصبر على نفسك عشان تتوب، اصبر على ربنا هيدي لك احسن ما يكون. بعد كده هنتكلم دلوقتي ازاي اغرس فضيله طول الاناء في الطفل بتاعي، ازاي اغرس الطفل بتاعي. احنا مع الاسف الشديد الجيل بتاعنا دلوقتي مش مستحمل، يعني واقف على شعره كده، كله متنرفز مع التطور العلمي في التكنولوجيا والكمبيوتر، بقى مستعجلين جدا، عاوزين يدوسه تطلع له الحاجات اللي هو ايه عاوزها على طول. وبعض الاحيان احنا بنكون السبب، بندلع الولد، فلما ندلع الولد وبعدين يجي يطلب مثلا ياكل حلاوه تتاخر عليه شويه الدنيا تخرب ويصرخ ويزعق فاحنا بنكون بعض احيان اللي ايه السبب. بص، عشان تعلم الولد اي فضيله هنقول ثلاث حاجات، اي فضيله عامه، وبعد كده نتكلم بالاخص على طول الاناء. عشان تعلم الولد الفضيله لازم يحتاج الى قدوه نمره واحد، يحتاج الى حوار نمره اثنين، يحتاج الى تاديب نمره ثلاثه. يحتاج الى قدوه، يعني لازم الاب والام يكونوا طوال الاناء، مش الاب بيتكلم والام بتتنرفز والاب بيتنرفز على الام. الواد لو شاف كده طبيعي هيطلع هو متنرفز، يعني طبيعي هيعلي صوته، لكن لو شاف ان طول الاناء موجوده في الاسره وشاف ان الاب بيحترم الناس الكبار في السن هيطلع هو كده طبيعي، من ايه بيتعلم من الاسره اللي هو القدوه اللي قصاده من الاب والام ان هو يكون طويل الاناء. نمرة اثنين الحوار. الحوار بيعلم كتير جدا، ان الحوار لما تيجي الولد يطلب حاجة لو انت عاوز تعلمه انه يصبر شوية، او مثلا عاوز ياكل حلاوة وبعدين الحلاوة لو كلها قبل ما يتغدى مثلا مش هياكل، فنقول له اصبر شوية بعد الغدا هدي لك الحلاوة. تبتدي تتناقش مع الولاد لحد ما توصل للحاجة اللي انت عاوزها. نمرة ثلاثة التأديب. التأديب يعني ايه التأديب؟ يعني مفيش معنى انك تعاقب، بس بتعاقب بحكمة، تعاقب بحكمة، تكون الامور موزونة معاك بين العقاب وبين الغلط اللي هو عامله، لكن مش بنلجأ للضرب والاهانة والشخط والنرفزة، لا، يبقى احنا كده مش هنعلم. احنا كده بنلجأ، انا افضل العقاب في الحاجات اللي بيحبها الطفل، يعني مثلا لو هو بيحب لعبة معينة امنعه ان هو يلعب بيها. يبقى ثلاث حاجات عشان الانسان يتعلم الفضيله، يتعلمها ان هو يكون في قدوه في البيت، يكون في حوار جميل في البيت، يكون في تاديب بحكمه. طب عشان يتعلم بقى طول الاناء بالذات، اول حاجه انت بينك وبين نفسك اتامل في طول اناة ربنا، اتامل في طول اناة ربنا. يعني ايه تتامل في طول اناة ربنا؟ يعني شوف الحاجات في الكتاب المقدس، مثلا زي موسى النبي. موسى النبي ده كان انسان حليم جدا، لكن في بدايه حياته كان ايه؟ كان عصبي. راح كلم المصري، راح ماسكه قتله، كان عصبي. ولكن لما قعد 40 سنه في البريه خط ان هو تعامل مع الـ الحاجات اللي بيرعاها الغنم وكده، فتعلم منهم الصبر وان هو يكون صبير وحلوين. فحتى في حياة موسى بعد كده في الأربعين سنة ما غضبش غير مرتين، مرة كسر فيهم لوحاء الشريعة، ومرة التانية خبط الصخرة من ضيقة كده مرتين، لكن دول مرتين في 40 سنة بعد ما تعلم موسى الهدي. احنا تقريبا لو جملنا نفسينا هنقول كل يوم بنغضب مرتين في اليوم، يعني مش في الأربعين سنة، أو بنغضب في كل ساعة مرتين، لكن عاوزين نتعلم. تأمل كده في طول أنات ربنا مع شعب ربنا اللي قعد 40 سنة في البرية ده، وهم دايما
غضبا من ربنا دايما، ما مش سامعين كلام ربنا دايما، وربنا كان طويل البال عنيهم جدا جدا في الايه، حتى في الاربعين سنه. تامل في طول انات ربنا مع واحد زي يونان. يونان قال له روح عند نينوى، قال له لا مش رايح، وهرب على ترشيش وركب السفينه. وبعدين قالوا له قوم صلي، لا مش مصلي، وترى له مرموني في الحوت. وفي الحوت لحد ما ربنا وداه بتقول آلاته الى نينوى وبدا يبشر فيها. حتى لما بشر كروتها، خلي بالكم يعني، هو قالوا المدينه كلها تبقى في 3 ايام، هو لفها في يوم. وبعدين بعد ما تابوا اهل نينوى زعل، فربنا عمل له اليقطينه. شوف انت تامل بقى في طول انات ربنا مع يونان دي، في كل خطوه من خطوات حياته يجي لك انت طول الاناه. فانت اتامل مع اولادك في طول انات ربنا، تامل في مع اولادك في طول اولاد في طول انات ربنا مع الاشرار. احنا مع الاسف الشديد النهارده المجتمع فيه عبده الشيطان وفي الالحاد وفي حاجات زي كده، وربنا بياكلهم ويشبربهم ويمطر عليهم في ويديهم شمس، وربنا طويل الاله جدا مع الخطاه، طويل الاله معايا ومعاك. احنا سمعنا عظات ياما مثلا على لا تدينوا لكي لا تدانوا، عشان بعض احيان تقول للولد انا قلت لك 20 مره ما تعملش الحاجه الفلانيه مثلا، ما تجيش متاخر. طب ربنا قال لك كم مره لا تدينوا لكي لا تدانوا؟ 2000 مره، وبيقول لك ال 2001 و2005 و2000 و3000، ومش بيبطل يقول لك عشان خاطر، ولا بيقول لك خلاص انا هاخد منك موقف ولا الحاجات دي كلها. يبقى اذا تامل في طول انات ربنا، تامل في طول انات ربنا. نمره 2، مفيش مانع انك تكافئ لو الولد عنده، مفيش مانع انك تكافئ لو الولد فعلا اثبت ان هو عنده طول انات. يعني ايه؟ مثلا انت جاي الكنيسه، هو عاوز يوم الصبح يفطر ياكل، وانت عاوزه يتناول، فبتقول له صوم. فبتقول له مثلا انا لو صمت ورحت الكنيسه وتناولت وصبرت لحد كده واحنا مروحين هوديك ماكدونالدز، ففعلا تكافئه وتوديه ماكدونالدز زي ما انت قلت له. يبقى انت كده تكافئه لما هو يتعلم فضيله طول الاناه. نمرة 3 قلناها برضو بس نقولها أكتر، لازم الكبار يكونوا عندهم قدوة، يكونوا قدوة، يكونوا إن هم طول عندهم طول الأناة. لأن لو البيت طول النهار في شخط وزعق، طبيعي الولد هيتعلم إن هو يكون برضو بيشخط وبيزعق ومش هيتعلم طول الأناة. نمرة 4، حكي للولد وأنتوا قاعدين مع بعض حكايات يكتسب فيها طول الأناة. يعني إيه مثلا؟ ناخد قصة زي يوسف كده. يوسف ده مثلا نقول له لما راح في بيت فوتوفار واشتغل خدام عند فوتوفار، فكان نفسه يشوف بابا ويرجع لبابا، وبعدين صلى لربنا إنه يقول له يا رب رجعني لبابا بكرة، فجي بكرة وما رجعش، وجي بعد بكرة وما رجعش. يبقى أنت كده إيه؟ تبص تلاقي ان انت بتكسب للولد فضيله طول الاناء، ان لما يصلي على حاجه مش هتيجي تاني يوم على طول، مش هتيجي تاني يوم على طول. بعد كده تقول له في الاخر بقى بابا يسوع عمل له، جاب له بابا لحد عنده في مصر وخلاه ملك، فتدي له المكافاه بتاع طول الاناء اللي يوسف صبر طول السنين ايه ده كلها. يبقى هنا نقول له حكايات من تاريخ الكنيسه ومن الكتاب المقدس فيها، زي مثلا مرمور رؤوس، نقول له مرمور رؤوس لما راح مصر جه يكلم اول واحد فراح سابه ومشي، جه يكلم الثاني راح قال له انا مش فاضي عشان اتعمد، وبعدين فين وفين لما قابل انيانوس وتعمد. يبقى احنا كده بنكسبه ان مش من اول مره هيعمل حاجه هيكتسبها، لازم يجي له عنده طول اناه ويتعلمها مره واثنين وثلاثه. مفيش حد بيروح حمام السباحه يتعلم السباحه ويبقى بطل في السباحه من اول يوم. مفيش حد بيتعلم العجل، الطفل لما بيجي يتعلم العجل بيقع مره واثنين وثلاثه ويتعور وبعدين يتعلم العجل، فهكذا. يعني يبقى احنا عندنا طول الاله. نمره اخر حاجه نقول لا تستعجل العطيه. يعني العطيه هتيجي هتيجي، بس عاوزه صبر منك انت ان ابنك يتعلم ان يكون عنده طول اناه. هيجي هيجي زي ما بقول لك كده، بيتعلم العجل او بيتعلم السباحه، كل ما تطول بالك عليه اكتر يتعلم اكتر. نلخص اللي قلناه، طول الاناه هي ثمره من ثمار الروح القدس،
خدنا 3 أيام وتملمنا في وتملنا فيهم عشان نكتسب حياة أو طول الأناة، إن ربنا قادر على التغيير وغير أغسطينوس وأبوه، إن في 3 حاجات أعداء للأناة اللي هي المقاطعة وإيه المستفزات والضيقات. لازم أصبر على نفسي وأصبر على الله عشان أخد كل شيء عاوزه. نمرت حاجة علشان أعلم الولاد، لازم أكون أنا قدوة حسنة، لازم يكون في حوار، لازم يكون في تأديب. طول الأناة بالذات تتأمل في الحاجات مع الطفل في قصص الكتاب المقدس، في طول أناة ربنا علينا، أعطي المكافأة للطفل إذا كان عنده طول أناة، خليك قدوة، اديله حكايات من الإنجيل وما تستعجلش على العطية طول الأناة. ربنا يدينا كلنا طول الأناة، وربنا يدينا اللي احنا ما نتنفس على بعض ونكون حلماء على بعض، ولهنا المجد الدائم.